النهاردة أبو ياسين بيحاول يقلد إخواتنا الفلسطينيين زي ما هم بيضربوا الأندال، إحنا بنضرب في الأسعار. واللهم انصرهم نصرا مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير وأشرف الخلق أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحلى تحية من أخوك أبو ياسين في الإيطالية، وبقول لك وصلت غسالات زانوسي أوتوماتيك هناك، هي فرز تاني. وبيكوك بعد طول انتظار، واللي سأل عليه ولقاه مش موجود بقول له كل الاعتذار ووصله، وسعرك برضو اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة زي ما انتم متعودين جايب لكم فيديو من معرض الايطالية لابو ياسين، فرز اول وفرز تاني لكل الاجهزة الكهربائية بالضمان وكتالوج، كمان مصادرات جمارك مش هتلاقوها في اي مكان تاني. عندنا في الفيديو ده بقى هتشوفوا غسالات زانوسي، وهتشوفوا كمان وايت بوينت، وهتشوفوا تلاجات توشيبا وتلاجات فريش، في مجموعه كبيره قوي من الاجهزه الكهربائيه. العنوان بتاع معرض الايطاليه في الطلبيه فيصل شارع 9، جماعه هم فاتحين من الساعه 12:30 الصبح للساعه 8 مساء. دي ارقام بتاعتهم هتفضل موجوده طول الفيديو ان شاء الله. كلموهم وابعتوا لهم على الواتساب، هسيب لكم اللينك بتاعهم بتاع الفيسبوك وبتاع اليوتيوب، تقدروا تتواصلوا معاهم. ناس محترمه وناس بصراحه عندهم ضمير جدا، عندهم ما شاء الله كل الأجهزة الكهربائية اللي انتم ممكن تحتاجوها، كمان بيرشحوا لكم انه جهاز افضل من جهاز على حسب امكانياتكم. لو انت عروسة وبتجيب الأجهزة الكهربائية، او لو انت عريس وبتجيب الأجهزة الكهربائية، انصحكم جدا بمعرض الإيطالية لأبو ياسين. هسيبكم بقى مع الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة، وكمان تسيبوا تعليقاتكم تحت في الكومنتات هنرد عليها. وكمان عايزاكم لو حابين فيديوهات معينة تبعتولنا الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، الله نوفرها لكم في اسرع وقت. ما تنسوش زي ما قلت لكم تسيبولنا كل تعليقاتكم تحت، واحنا هنرد على كل الاستفسارات باذن الله. سعر قديم، ونشوف البيان بالتفصيل. تنسناش بالدعم وباللايك مشكور والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اطول فترة ضمان في مصر لمدة 10 سنين، اعلى كفاءة اشعال شعلات، وكمان تصميم ايطالي، وكمان اهي مروحة داخلية وكوش نحاس. وزي ما حضراتكم شايفين دي بتكون طبقة حماية، ده استلس بالكامل، ضمان 10 سنين، شواية، لمبة، اشعال، مروحة على مفتاحين. اللي اشترى بيكوك عارف ان هو الحمد لله كفاءته كويسه جدا من عند اخوك ابو ياسين. ادي الضمان والكتالوج ومجموعه الرجول دبل ازاز، وب 6200 بسعرك، سعر قديم عند اخوك ابو ياسين في الايطاليه. طب ما تستنى، دي انا واخد شريحه الحمد لله كبيره من الشركه، الحمد لله طبعا شريحه كويسه قوي، لو بعتها لك ب 26 وبيبيعها لك ب 26.5 وبيبيعها لك ب 27 وبتشتري. لا، خد البيان بالتفصيل واعرف السعر حالا مع اخوك ابو ياسين. شاشه تحكم ديجيتال فرز اول. الموديلات مش هنقول ده موديل اعلى من موديل، هي موديل 430 مقبض بلت انه معروفه في شركه وايت ويل، البراند وايت ويل، استلس من الباب مقبض بلت ان. وادي بطاقه كفاءه الطاقه 430، الموديل اهو بكل التفاصيل. وادي وسع التلاجة الداخلية وفرز اول بضمانك وكتالوجك وكل التفاصيل، ده ما بيطلعش غير مع الفرز الاول عشان تبقوا عارفين. وادي وسع الجهاز من الداخل، ده احنا بنشوف عجب العجاب بره الايطالية ولله الحمد. هوريك نماذج كتير. دي عاملة عندنا كام يا عم ابو ياسين؟ 23750، فرق عن ارخص مكان في مصر 3000 جنيه. ودي 397، حالا رايح للغسالات الزانوسي عشان تلحق عشان ما وصلش كمية. دي 16 قدم زي ما احنا نكون متفقين، دي بين الضرايب والشركات مالناش دعوة بيها، موديل 470. دي انا ببيعها لك هنا في الايطالية ال 16 قدم دي كام؟ 19400، وضمان فريش 10 سنين وفريش ما بتعملش فرز تاني عشان تكونوا مطمنين، 3 رف 397 لتر، حجم صافي 19400. هناك براندك زانوسي 7 كيلو كاملين، مجموعة البرامج الكاملة، شاشة تحكم ديجيتال لون أبيض،
زي ما حضراتكم شايفين، ومفيش كمية لكل المتابعين. باب كروم كبير سيلفر زي ما حضراتكم شايفين. الكتالوج بتاع الجهاز وسع الحلة الاستانلس، نقرة تجريحة خدش خبطة بسيطة لا تذكر. سعرها كام يا عم ابو ياسين في الايطالية بالزيرو اللي انت بتقول عليه؟ بيبان يا جماعة الاجهزة، الاجهزة بتنور قدام حضراتكم. اللون الابيض عاملة 11300، ودي حتة تاني كمان منها بسعرها هي هي، والسعر ده خلي بالك ما بيقعدش كتير في الايطالية، والدفعة اللي فاتت اللي جرب عارف عند ابو ياسين، وللأسف فيه ناس جت ورجعوا مفاضيين. 7 كيلو برضو كاملين ولون سيلفر لكل المتابعين، نقرة تجريحة. دي شاشة تحكم ديجيتال عريضة، ادي شكل الجهاز، ادي كمان الجهاز من فوق اهو، تجريحة من اعلى، كدمة بقى شمال كدمة يمين، احنا مش هنلم في الفيديو كله شكل جهاز واحد، والا هنعمل زي الناس التانيين ونعمل لك فيديو بجهازين. ادي شكل المفصلة ولمعان، نقرة مش خبطة، نقرة صغيرة حاجة زي كده، تجريحة زي دي، اكتر من كده مفيش. والسيلفر عامله عند ابو ياسين في الايطالي، وبعتذر على الاقتطاع، وسريعا عامله كام السيلفر في الايطاليه؟ 11600. وادي ثلاجات فريش، دي 369 لتر كاملين، وبراندك اهو موجود. واسال، ده انا احيانا والله بالصدفه، انا مش بتابع حد كتير، مشاغل وضيق وقت بين هنا وبين اماكن تانية، بس بالصدفه كده وانا بشوف الفيس بلاقي اسعار غريبه واحوال غريبه ودنيا عقرب. ضمانك وكتالوجك موجودين 14 قدم، دي برضو 3 رف زي ما حضراتكم شايفين، 369 لتر صافيين عند ابو ياسين، عامله 18400 في الايطاليه، ودي بتتباع بين 22 و23، وموديلها مشهور اسود لامع، وبراندك فريش، وضمان شركه كامل صاحب محب كام؟ 10 سنين، وسعه لتريه صافيه 397 لتر ب 20,000 جنيه، مقفولين الايس ميكر وكل التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين، و 20,000 جنيه مقفولين. فريشات موجوده عندنا، موجود ال 11 كيلو، بتطلع لك النهارده في عرض الايطاليه احتفالا باخواتنا في فلسطين ب 11,000 جنيه مقفولين، وشهر اكتوبر عيد ميلاد الايطاليه وحرب اكتوبر، وضفنا نصر لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا يديم النصر على جميع المسلمين. ضمانك وكتالوجك ومجموعه الخراطيم وضمان شركه، 5 سنين مقفولين، وبابك الهيدروليك يا جميل ب 11,000، ودي تنزل ب 11,500 ل 12 كيلو اللي فيها ليد اضاءه بالكامل، دي لسه ما نزلتش عند ناس كتير، واحنا بنحاول نجيب لك الحصريات مع اخوك ابو ياسين. 12 كيلو كاملين، شكل الحلة الداخلية، الضمان والكتالوج، واثنين خرطوم مية، وادي درج المسحوق، وباب هيدروليك برضو زي ما حضراتكم شايفين، و 11,500. كمان موجودة البيكوك من سوكاني 6.5 لتر، كمان عاملة 1600 جنيه، دي 3 سرعات ومعاها السلاح بتاعها، موجودة برضو في معرض الإيطالية لأبو ياسين. اللي نازلة في عرض أبو ياسين ب 15,000 جنيه مقفولين، ال 15 كيلو يعني الكيلو ب 1000 في الأيام دي، وأدي شكل الحلة وشكل كل التفاصيل، وهتلاقي فيديو كامل ليها على القناة، ميزان المية، مجموعة البرامج الكاملة بكل التفاصيل، وب 15,000 والبومان العالمية منك ليد الوكيل، وتسعة فرد كاملين، 2 رف عشان نجري شويتين، عاملة 17,500. 10 فرد 3 رف، ودي عندنا في الإيطالية عاملة كام يا عم أبو ياسين؟ 21,000 مقفولين ب 22,800، دي كام؟ دي ال 14 فرد 3 رف زي ما حضراتكم شايفين، عرض الوايت ويل موجود، وموجود بشكل حصر في الإيطالية ب 23,700. قليتك ب 2200 الخمسة لتر زي ما حضراتكم وادي كمان هناء وشرين 14 و16 قدم، باب ازاز بواقي تصدير. ال 14 عندنا في الايطالية عاملة كام؟ 14,800 و15,800 في ال 16 قدم. وادي شكل الجهاز سريعا،
النهارده الشغل ان شاء الله متوفر بالنسبه لغسالات الزانوسي. وادي معاكم كمان السته درج الفريش، فرز اول يا جماعه مش فرز تاني خالص على الاطلاق، فرز اول زي ما حضراتكم شايفين، سته درج توتال نو فروست، ضمانك وكتالوجك مستخبي اهو بكل التفاصيل، عامل 18600 وبيتباع لك بره ب 20. ما احنا برضو احيانا بنبقى متابعين مجموعه الزانوسي الكاملين، القلايه العالميه اللي ما فاضلش منها كميه، ال 8 لتر كاملين دي عامله عند ابو ياسين في الايطاليه 3050 بشكل حصري، والبيلت ان لكل عروسه في مصر، الاربعه شعله موجود عامل 4850، والخمسه شعله ب 6000 جنيه مقفولين، وال 10 كيلو كاملين فرز اول لكل المتابعين، وقلنا الكيلو ب 1000 يبقى دي ب 10000 جنيه كاملين. اخوات ابو ياسين اتواصلوا معانا على واتس 011-00-87-30-13 او شرفونا في معرضك المتواضع معرض الايطالية. خلي بالك في عندنا حتة هدية اهي نلحق نعرضها، دي 426 لتر صافي، شاشة تحكم ديجيتال، ايس ميكر، واحلى تحية من اخوك ابو ياسين في الايطالية، ودمتم سالمين اغلى اصدقاء ومتابعين.